بدأ السعوديون العمل والاستثمار بنشاط الذهب والمجوهرات في المملكة، وعلى الرغم من أن قرار التوطين بدأ تطبيقه قبل أسبوع، إلا أن محلات الذهب بالقصيم حققت النسبة الكاملة في التوطين. أكيد لو صار ولد الديرة أكيد غير الأجنبي من دون مقارنة، يعني لو شافوا السعودي دخلوا على طول. لا ما في صعوبة، هي قصة تعامل، يمكن الضغط الدوام يتعود بأول أسبوع لأنه خلاص بيتعود، خاصة اللي يدخل مجال الذهب صعب يتركه. أنا والله طالب جامعي، يعني من الجامعة غداء بقى الطوارئ، الجامعة غداء المحل على طول. لا ما أنا النوم بالليل. فكرة جيدة جدا جدا يعني، وهذه تشجع الشباب السعودي، والحمد لله أنا عندي ولدي وعندي ولدي الثاني إن شاء الله بفتح بعد محل ثاني إن شاء الله خلال الأيام القريبة، كنا خلال 10 أيام إن شاء الله فاتحه. في ما فيها كلام، تشجيع الشاب السعودي أنه يشتغل ونبعد الأجنبي عنه نهائي عن السوق. فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بالتعاون مع أمانة وشرطة المنطقة وفرع وزارة التجارة والاستثمار وإمارة المنطقة يقوم بجولات رقابية متكررة على المحلات للتحقق من قرار التوطين. والله الحمد، التطبيق كامل 100%. بالإضافة نقوم ما يقارب 250 زيارة إلى هذه اللحظة، قمنا ب 250 زيارة من الفرق التفتيشية. ولله الحمد، نحن من بداية تطبيق القرار إلى هذه اللحظة لم ترصد أي مخالفة على قطاع الذهب والمجوهرات في منطقة القصيم. القطاع مسعود، القطاع يديره ما يقارب 246 شاب من شبابنا، ولله الحمد لم نرصد أي مخالفة. تركز آلية عمل اللجان الميدانية على تنفيذ خطة التفتيش والمتابعة اللازمة لتنفيذ برامج التوطين وتزويد أمانة البرنامج بذلك وتحرير ضبطيات المخالفات في حال عدم الالتزام بقرارات التوطين. خالد الربعي، الإخبارية، بريدة.